يعني ايه ليها علاقة بالمراية؟ يعني في العدسة بتكبر وعدسة بتصغر. ايوه قصدك يعني هو هيبقى نفس الكلام او هيطلع صورة من العدسة دي يعني، صح؟ طيب بس انا عندي العدسة بتعمل لي حاجة، بتخلي الأشعة تنفذ ما بتنعكس تاني، بيحصل لها الأشعة بتاعت الضوء بيحصل لها انكسار. ما هو ده بقى الفرق ما بين العدسة والمرآة. في المرآة احنا كنا خدنا ان انا عندي الأشعة تعدي على المراية تنعكس، لأن المراية ده جسم مش شفاف، جسم مصمت، زي ما خدنا قبل كده الأجسام الشفافة والمصمتة، ومن الجسم الشفاف منفذ للضوء، لكن الجسم المصمت لا ينفذ الضوء. ما بين الجسم المصمت لما الضوء يعدي يجي عليه وينعكس، لكن الجسم الشفاف زي الإزاز كده والمية تيجي عندي الضوء بقى عنده ويعدي عليه ويتكسر. ركزوا معايا، الضوء عندي بيتكسر في الوسط الشفاف، وده اللي انا هاخده الفرق ما بينه. يلا بينا ندرس العدسات. العدسات يا شباب عندي بستخدمها في حياتي اليومية في حاجتين، مثلا في النظارات الطبية او اصلح بيها الساعات. يعني ايه؟ يعني انا اي عدسة عندي حتى موجودة مش بصلح بيها ساعات بس، ده موجودة كمان في حاجة اسمها الميكروسكوب. كلنا عارفين الميكروسكوب ده، بستخدمه بقى طبعا عشان اعمل بيه بحوث وفحوصات واقدر اشوف الحاجات اللي انا مش مقدرش اشوفها بعيني المجردة. فالعدسة دي طبعا ليها أهمية جدا في حياتنا. أولها النظارات الطبية بستخدمها طبعا كتير جدا عشان القراءة أو المشي. يعني في ناس بتبقى نظرهم ضعيف بيضطروا ان هم يركبوا نظارة او يعملوا تصحيح نظر. ايه تصحيح نظر ده؟ يعني بيركبوا عدسة بس دائمة عندهم في عينيهم. طيب او اصلح بيها النظارات زي ما احنا شايفين الراجل دوت جايب ايه، حاطط اللي في عينيه دي، العدسة اللي في عينيه عشان يكبر الاجزاء الدقيقة في الساعة عشان يقدر يصلحها بمنتهى السهولة. طيب يلا بينا، ايه هي العدسة؟ العدسة هو وسط شفاف زي ما قلت لكم، غير المرآة. المرآة كانت حتة إزاز، أيوة، بس لما كنت بطليها من أحد جوانبها ساعتها بحولها لوسط مصمت مش شفاف. تاني، ده الفرق ما بين العدسة والمرآة. المرآة كانت قطعة زجاج، أيوة، وسط شفاف، أيوة، بس أنا خليته وسط مصمت. ازاي؟ ان انا جبت احد الجوانب بتاعته وطليته بيه، طليت احد جوانبه بماده اللي هي الماده اللي هي بتاعت الفضه دي. فعشان كده بلاقيها هي وسط بيلمع وفي نفس الوقت مش شفاف. يعني انا بشوف نفسي فيه لكن ما بشوفش الحاجه اللي وراها. يعني لو انا ماسكه مرايه ما بشوفش الحاجه اللي وراها، ورا المرايه بشوف نفسي انا، لكن العدسه انا بشوف اللي وراها. يبقى العدسة وسط شفاف، المرة دي بقى مش عاكس للضوء، المرة دي كاسر للضوء، وهنعرف الفرق ما بينهم. يبقى العدسة وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان كرويين. يبقى أنا عندي 3 فروق أهو، بين إيه وبين إيه. كل مرة هتكلم على العدسة هرجعكم للمرآة تاني، مع لأن هما الاتنين ليهم علاقة ببعض جدا عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. العدسة وسط أولا شفاف على عكس المرآة وسط مصمت. تاني حاجة كاسر للضوء على عكس المرآة عاكس للضوء. تالت حاجة يحضه سطحان كرويين على عكس المرآة عندها سطح كروي واحد. قوليلي كده يا جنات، ايه تعريف العدسة؟ لو وصلت لفوق كسر الضوء يكون سطحان كريم. تمام، قولي لي هنا ايه هو العدسة؟ وسط شفاف كسر الضوء يحده سطحان كرويان. ها يلا يا اسلام. تمام، وسط شفاف كسر الضوء يحده سطحان كرويان. يعني ايه بقى حدوته سطحان كرويه؟ بص يا سيدي اهو، ده شكل من غير ما ارسمها، كنت هرسمها بس ده شكل العدسة. يا اما تكون ليها سطحين كرويين لازقين في بعض كده وشهم في وش بعض اهو،
دي كده عدسة، هما الاتنين سطحهم في وش بعض بالطريقة دي، يا إما يكونوا مخاصمين بعض، مدين ظهر بعض، مدين ظهرهم لبعض يعني، عاملين كده. فأنا كده عندي إيه؟ ده أنا عندي اتنين مراية ماسكين، يعني عندي اتنين مرآة ماسكين في بعض، يا إما يكونوا ماسكين من وشهم يا إما ماسكين من ظهرهم. طيب بالشكل ده كونت عدستين، نوعين من العدسات. العدسة المحدبة، ركزوا بقى معايا عشان هنعكس. يعني ايه هنعكس؟ لو فاكرين العدسة المحدبة، سوري، المرآة المحدبة كانت تعرفها ايه؟ هي السطح اللامع بتاعها كان السطح الخارجي للكرة او للدايرة، السطح الخارجي للدايرة بتاعها هو اللي كان موجود في المرآة المحدبة. يعني كانت كده عاملة كده، دي مثلا مرآة ودي محدبة عاملة كده اهو. دي المرآة المحدبة هنعمل فيها ايه؟ هنركب لها واحدة تانية. يعني ايه نركب لها تانية؟ يعني نديلها واحدة تانية كده ماسكة فيها بالطريقة دي، وهتبقى برضو ايه؟ محدبة. ساعتها هيكونوا لي عدسة محدبة. يبقى لو جبت مرايتين محدبتين لزقتهم في بعض هيدوني عدسة محدبة. طبعا مع اختلاف الوسط بتاع العدسة بيكون شفاف، لكن المراية لا. عايزة بس اوضح لكم، يعني عايزة اسهل لكم المعلومة، ان المرآة هي العدسة، بس حطينا سطحين مع بعض، لزقنا اتنين مع بعض. فعشان كده هو بيقول لي عندي سطحين كرويين، ان انا عندي في المراية كانت كورة واحدة بس، لكن عندي في العدسة هما عندي كورتين، بقى كورتين لازقين في بعض. بس عندي سؤال، يعني مثلا المراية بيكون ليها جنب واحد بس اللي فيه مراية، والجنب التاني مش سطح عاكس، يعني أما بقى الفرق، يعني إن النضارة يعني لو الناحيتين أقدر أشوف منها. ما هو بقى ايه الفرق ما بين النظاره والعدسه؟ زي ما احنا قلنا ان المراه مش شفافه. يعني دلوقتي لما انا مثلا انا عندي مراه اهي، دي محدبه، مراه محدبه، كنت يعني سطح منها كنت بطليها كده، بطليها بماده، لما اطلي سطح منها كانت بتبقى مالها، كانت بتبقى معتمه، مش شفافه اصلا. المراه مش شفافه، تمام. طيب لكن لو انا جبت العدسة، هلاقيها ان انا جبت مرايتين محدبتين وعملت لهم كده، يعني مرآة محدبتين لما مسكتهم في بعض عملتهم كده، بقوا ايه؟ بقوا عدسة. طبعا مع اختلاف الاوساط. يعني ايه اختلاف الاوساط؟ يعني العدسة دي مش هتكون من جواها اصلا فيها حاجة، دي هي هتبقى شفافة اساسا، يعني من جوه هتبقى شفافة. تاني يا شباب، انا عندي عدسة محدبة. العدسة المحدبة دي بتبقى عاملة ازاي؟ عاملة كده اكني جبت مرايتين، واحد اتنين محدبتين ولزقتهم في بعض كده. طيب دلوقتي احنا كنا بنقول ان انا لو انا عندي مرآة محدبة كنت بكملها بالدايرة كده، كنت بكملها دايرة، ولما كنت بكملها دايرة كان بيبقى ليها مركز في النص، فاكرين؟ عشان كده كنت بقول سطحها الخارجي جزء من دايرة. طب بس أنا عندي المرة دي مش دايرة واحدة، ده أنا عندي اتنين، فلما بكمل الدايرة التانية ثواني أظبطها بس من أول، ثواني، ده كده جزء من دايرة هكمله، وده كده جزء من دايرة تانية هكمله برضو. يبقى أنا عندي العدسة المحدبة تقاطع دايرتين في بعض،
تقاطع الدايرتين، اكني رسمت دايرتين اهو، والتقاطع بتاعهم العدسة المحدبة في النص اهو، ده التقاطع بتاعهم. فاهميني عايزة اقول ايه يا اولاد ولا لأ؟ يبقى انا عندي دي كده اسمها ايه، عدسة محدبة. كل الخواص الموجودة في العدسة المحدبة هتلاقيها اللي كانت موجودة في المرآة المقعرة. يعني ايه الكلام ده؟ عشان كده بقول لكم تركزوا معايا عشان بعكس. يعني ايه بعكس؟ يعني لو فاكرين مين اللي كانت مرآة لما اللي كانت بتجمع الضوء ما بتشتتهوش في المرآة، المقهرة. آه لا، اسمه المقعرة. محدبة ايوه المقعرة، احنا ما تلخبطش بالله عليك، ما صح؟ تتلخبطش من الاول. هي فعلا كانت المقعرة اللي هي كانت لما المرآة المقعرة هي اللي كانت لما، وكان ليها كل الرسومات اللي رسمناها. وكانت المرآة المحدبة هي اللي ملهاش رسومات، ما كانش عليها فيها رسومات. في العدسات بقى هنعكس، لو سمحتوا معلش اعكسوا، هنجيب العدسة المحدبة هي اللي هتبقى ليها كل الرسومات، والعدسة المقعرة هتبقى ملهاش رسومات. يعني ايه؟ يلا بينا نشوف العدسة المقعرة شكلها عامل ازاي الأول. العدسة المقعرة أنا هرسم دايرتين برضو، هي طبعا جزء من دايرتين، بس الدايرتين بقى مش متقاطعين، الدايرتين مخاصمين بعض، يعني مجرد ايه، لازقين مع بعض كده، او يعني هي مش لازقين لان هي لازم اسيب مسافة. لو عندي دايرتين وهم مخاصمين بعض، هيبقى في النص ما بينهم عدسة مقعرة. اي دي كده العدسة المقعرة. فاهمين جت ازاي العدسة المقعرة؟ أو يبقى انا عندي دي كده بقول عليها عدسة مقعرة. تاني، العدسة المحدبة هي ناتجة من التقاء الدايرتين، لكن العدسة المقعرة ناتجة من يعني اتحاد دايرتين، يعني الاتنين بينهم اتحاد بس مش تقاطع كده. انتوا عارفين المصطلحات دي من الهندسة، يعني ان يعني الدايرتين لما يتقاطعوا مع بعض يعني يمسكوا في بعض يتقاطعوا وانت بيتحدوا، صح؟ نركز معانا يا شباب لو سمحتوا، نطلع بس بعد اذنكم من اللينك وندخل تاني.